من قناة السعودية، أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي، معي أنا صلاح الغيدان. السلام عليكم. نبدأها بأهم الأخبار اللي حصلت في هذا اليوم. خبرنا اليوم عن موسم الرياض. طبعا قريت خبر يقول لك ما شاء الله تبارك الله 2 مليون زائر منذ افتتاح موسم الرياض، ما كمل حوالي شهر. وبيج تايم هو عنوان موسم الرياض اللي مليء بالمفاجآت والإبداعات والأنشطة والفعاليات واللي كل يوم تسعد زوارها. موسم الرياض أطلق العديد من الزونات والمناطق الترفيهية المختلفة، منها منطقة ويندر جاردن، المدينة الترفيهية الساحرة، واللي مكونة من 3 مناطق فيها أكثر من 70 لعبة، وزوارها بيستمتعون بمشاهدة طيور الفلامينغو. وأطلق الموسم رياض زو ب6 مناطق في تجربة مذهلة لمحبي مشاهدة الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض. الموسم مستمر في مفاجآتها لكل الزوار بالفعاليات والحفلات الموسيقية. بصراحة من أهل الرياض وسكان الرياض وزوار الرياض والسياح اللي يجون للرياض محظوظين بهذا الموسم. من الترفيه إلى الإنجاز البشري السعودي اللي الحمد لله ما يوقف، لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى الطلاب ولا على حتى مستوى القطاع الخاص. وفي إنجاز جديد وعظيم للوطن، طلاب وطالبات المنتخب السعودي للروبوت يحققون مراكز متقدمة على مستوى العالم في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت واللي أقيم في جمهورية بنما تحت شعار لنربط العالم. وحقق أبطالنا المركز الأول عالميا في مجال مهام الروبوت البرمجية، والمركز الثالث في مجال مهندسو المستقبل، والمركز الخامس في مجال مبدعو المستقبل. هذه المشاركة هي باهتمام كبير من وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية لتنمية المواهب الوطنية وتطوير القدرات في مجال التدريب على الروبوت والهندسة والتصميم والبرمجة في المراحل الدراسية المختلفة. مثل هذه المشاركات تسهم في بناء جيل مبدع ومتطور تكنولوجيا. احنا في الشارع السعودي فخورين فيكم يا أبطال المستقبل، واللي أنتم لازم نقولكم ونوثق أسماءكم هنا للتاريخ: أحمد بن علي الشهري، فهد بن محمد الزغيبي، وعبد الملك بن أحمد المالكي. مبروك يا أبطال، تستاهلون. ما شاء الله تبارك الله، يا فرحة الأمهات. رؤساء قطاع الأمن السبراني من حول العالم و40,000 مشارك اليوم يتواجدون في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات بلاك هات، واللي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السبراني السيبراني والبرمجة والدرونز، وحتى تاريخ 16 نوفمبر تحت عنوان تطورات قطاع الأمن السيبراني، بحضور أهم رؤساء قطاع الأمن السيبراني في العالم ونخبة من الخبراء والباحثين والأمنيين والمهتمين. تشهد الفعالية أيضا حضور أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 300 متحدث وأكثر من 80 مستثمر وأكثر من 50 مدرب معتمد، إلى جانب إقامة 120 ورشة عمل تقنية في هذا المؤتمر. هذا حدث عالمي وفرصة كبيرة لكل التقنيين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني. وبما أن احنا من بدينا في الشارع السعودي دائما نقول أخبار الجهات الحكومية وأخبار الوطن، اليوم الخبر يتعلق بهيئتنا الجميلة، هيئة الإذاعة والتلفزيون. وفي إطار عمل الهيئة الإذاعة والتلفزيون على مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات وتسخيرها لكافة الطاقات والإمكانات الإعلامية لمواكبة التطورات الوطنية في جميع المجالات، اليوم وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع الصندوق السعودي للتنمية بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي والرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد. هالمذكرة جاءت بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات، من أهمها تغطيات والتوثيق الإعلامي لمشروعات التنموية للمملكة العربية السعودية اللي يمولها صندوق في الدول النامية، واللي المملكة تملك فيه سجل حافل جدا لتقديم العطاء والبذل والإسهام في نموها الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، واللي قدم فيها الصندوق منذ تأسيسه تمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في مختلف القطاعات الحيوية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم بقيمة تجاوزت 20
مليار دولار. بعد الفاصل، كيف استفاد السعوديون من وثيقة للعمل الحر في المملكة؟ أهلا بكم في الشارع السعودي من قناة السعودية. اليوم الموضوع يحسب لرؤية 2030، لأنه قبل رؤية 2030 كان هالموضوع اللي إحنا بنحكي عنه يعتبر من الأحلام ويعتبر من المستحيلات، بل يعتبر أنه مخالف لأنك أنت قاعد تمارس أعمال غير قانونية. لذلك حينما زادت قيمة العمل الحر في السنوات الماضية، أصبح أسلوب العمل الحر الذي يلجأ إليه الكثيرون مصدر رزق أساسي لهم لتحقيق الدخل أو لزيادة الدخل. ومن أهم التحديات اللي تواجه المستقلين اللي نسميهم الفريلانسر هي الحاجة إلى العمل تحت مظلة رسمية. المملكة اليوم حلت هذا التحدي بكل سهولة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصار الشاب والفتاة السعودية يمارسون أعمالهم بكل سهولة من خلال وثيقة العمل الحر. أرحب بمن انضم معنا في الاستوديو، الأستاذ معاذ الفوزان، نائب الأمين العام لجمعية أعمال للتنمية الأسرية. حياك الله أخوي معاذ. الله يحييك وبارك الله فيك، شاكر لك استضافتك. أهلا وسهلا، أسمع عنكم اليوم كلام مرة جميل، لأني أنا زرت في سنة من السنين الجمعية، عندهم عمل محترم، وأعتقد اليوم يخرجون الشباب والفتيات بفائدة من الجمعية. المهندس معتز دخيل وهو مستشار إدارة أعمال، حياك الله مهندس معتز. الله يبقيك ويطول بعمرك. أهلا، أنا تشرفت صراحة أني جيت اليوم. أبرك الساعات والله، وغرت منك وبزورها إن شاء الله. بالعكس، بما أنك مستشار أنا أقول لازم تروح لهم، لأن فعليا تخيل، خلها في الحلقة. خليني أرحب البنات عبر سكايب. معنا عبير أبو الجدايل عبر سكايب. عبير حاصلة على وثيقة العمل الحر ومن على جائزة بنك التنمية في مسيرة العمل الحر. عبير، الله يمسيك بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله أستاذ. تسمعونها؟ وغزيل الدوسري أو غزيل، والله ما أدري، علميني بالاسم إذا نطقتها غلط. خبيرة التجميل حاصلة على وثيقة العمل الحر، تم دعمها من قبل مركز جنى، وبنعرف قصتها. أهلا وسهلا. أهلا، اسمك صح؟ نطقته صح؟ غزيل الدوسري. غزيل الدوسري، ممتاز، الله يحييكم. طيب، ودنا أول شيء نحكي معك يا أخوي معاذ. أنا جيتكم في جمعية أعمال قبل والله ما أعرف سنة أو سنتين، الظاهر أنها حتى قبل كورونا، صح؟ صحيح. أنتم في جمعية أعمال، إذا كان ذاكرتي تسعفني، أنتم تأخذون أول شيء البنات والأولاد من الضمان الاجتماعي، بدل ما يكونون رعويين يكونون تنمويين، وتشوفون اللي عنده نشاط، عنده خبرة، عنده مهارة، عنده شيء، تأخذونه تعملون له دورات تدريبية وتزجون فيه في السوق، أما رائد أعمال أو بوظيفة، صح؟ تقريبا. طيب، هو كلامك صحيح، الجمعية تهتم حقيقة بفئة الضمانيين، هي تهتم بهم، لكن هي الشريحة الوحيدة اللي مستفيدة من خدمات الجمعية. جمعية نطاق المستفيدين فيها واسع، كافة المواطنين والمواطنات اللي عندهم الرغبة في البدء بمشاريع. يعني اليوم في كثير شباب وبنات عندهم أفكار ريادية جيدة، بس ينقصهم بعض الأشياء اللي تؤهلهم للنزول في السوق. فمثلا تلقاه يمتلك المهارة لكن ما عنده أساسيات التسويق، أو ما يعرف كيف يبدأ، أو بعضهم مثلا والله يحتاج يكتسب المهارة. فاليوم جمعية أعمال حرصت على التركيز على هذه الشريحة من الشباب والفتيات، ابتداء حقيقة من مرحلة تطوير القدرات، سواء كانت هذه القدرات حرفية أو مهنية، هذا مسار، أو كانت تأهيل لسوق العمل. يعني مثلا أنا والله عندي مهارة لكن ما أعرف كيف أقدر قيمة هذه الصنعة اللي أنا شغال عليها، كيف أحسب التكاليف،
كيف أسوقها بشكل جيد. اليوم أعمال تبدأ معك من المرحلة الأولى، تقيمك ثم تبدأ معك من حيث أنت وصلت إلى أن تصل المرحلة النهائية، نحن نسميها مرحلة التمكين. مرحلة التمكين معناها أنك بدأت العمل في 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 السوق، سواء من خلال منافذ بيع، عندنا منافذ، مجموعة منافذ بيع احنا نمكنك فيها، أو من خلال مشروعك الخاص، من خلال إقراضك. احنا اليوم عندنا شراكة مع بنك التنمية ب70 مليون. هذه الشراكة المحفظة الإقراضية نمول فيها الشباب والفتيات اللي ينقصهم رأس المال. من كم إلى كم أقل قرض وكم أعلى؟ طبعا احنا كنت أتكلم مع زميلنا المعتز قبل اللقاء، احنا نركز على شريحة المشاريع متناهية الصغر، لأنه لا يخفاكم تصنيف الأعمال متفاوت على حسب مستوى رأس المال. في اليوم أعمال تركز على متناهي الصغر، السقف الأعلى فيه 50,000 ريال. هذا نتكلم عن فتاة أو شاب بدأ من المنزل أو بدأ أونلاين مثلا على سبيل المثال. 50,000 تفرق معه جدا، يعني مثلا أنا شاب أمتلك مهارة التصوير الفوتوغرافي مثلا، لكن يحتاج والله أشتري تجهيزات التصوير مثلا، 50,000 تغطين. فتاة تحتاج والله أدوات التجميل تبدأ مشروعها. فاليوم عندنا الحمد لله قصص نجاح بدأت من الصفر، بدأت من المنزل بعضها، وبعضها بدأ أونلاين، واليوم حقق أرقام جيدة، وبدأ الحمد لله يعني يفكر أنه يطور المشروع، أنه ينتقل إلى يكون مشروع صغير أو متوسط أو غيرها. ممتاز، عشان نحث الشباب ودنا تعطينا قصة، بس خلني أخذ أخوي المهندس معتز بسألك على وثيقة العمل الحر، وكمستشار في إدارة الأعمال كيف تشوفها في زيادة إنتاجية الشباب والفتيات؟ ممتاز، بس أنا لو تسمح لي قبل إحنا نعرف العمل الحر هذا. أيوه. ونعطي أرقام، يعني أنا أحب لغة الأرقام. ممتاز. عشان تعجبني. ما فيها عاطفة، الأرقام ما فيها عاطفة تعجبني. مثلا طب تعرف من بعد الأزمة العالمية في كورونا انتقل العالم إلى العمل عن بعد، وهذا أدى إلى تطور التقنية، والتطور التقنية أدت إلى ماذا؟ أنه يكون في عمل حر أسهل للشخص أن يقدم أعمال الحرة للشركات. مثلاً في عام 2022 حجم سوق الأعمال، مداخيل سوق الأعمال الحرة في أمريكا فقط 1.3 تريليون دولار، يعني 5 تريليون ريال تقريباً، وهذا رقم يعني شيء كبير جداً. نموها السنوي من 30% إلى 40%، يعتبر سوق ينمو بشكل متسارع جداً. هذا في أمريكا؟ في أمريكا فقط. العالم 1.5 مليار شخص. عام كم؟ 2022. 1.5 مليار شخص يشتغل بطريقة فول تايم، يعني كامل حر أو جزئي. 1. يعني تقريبا ربع العالم، أو خلنا نقول خمس العالم، قاعد يعمل بطريقة أو أخرى طريقة عمل حر. في السوق السعودي اليوم نيجي لزيادة الإنتاجية، إحنا لازم نحلل ونعرف أنه كيف تقاس الإنتاجية. أول شيء في قطاع الأعمال إحنا إنتاجية نقيسها بالمنتج النهائي ونقيسها بالريال. فمثلا أنا أصدر هذا الكوب، أقول هذا الكوب سعره في السوق ريال كأصل، فإن إذا صدرت 1000 كوب، ما أقول صدرت 1000 كوب، أقول صدرت إنتاجية بما قيمتها 1000 ريال. وجود وثيقة العمل الحر تساعد على زيادة المصداقية والموثوقية، أو في معنى الأساس نحن نسميه البراند نيم، البراند موجود، العلامة التجارية موجودة. الشيء هذا يساعد على زيادة سعر، لأنه في مصداقية. أنا أتعاقد معك الآن، أنت تبغى مني أن أكون أتأكد أنك تقدم الخدمة اللي أنا طلبتها أو المنتج اللي طلبته. التعاقد المالي هذا يوصل بطريقة صحيحة، وجود الشهادة والوثيقة هذه تزيد المصداقية، ولذلك تزيد السعر، وتؤدي بالنهاية لجواب سؤالك زيادة الإنتاجية. ممتاز. والعمل الحر؟ أي هو في العمل الحر هذا. أيه. هو كله في العمل الحر. اليوم عدم وجود وثيقة في السابق كان يؤدي لتخوف الشخص الطرف الثاني، ما في موثوقية وما في عقود وما في مظلة. شفنا كثير ناس دفعت فلوس تشتري منتج، صح، تشتري خدمة وراحت، صحيح، تبخرت فلوسها. لكن اليوم في وجود هذه الموثوق، خلاص أنا أعرف، أقدر أتأكد بالرقم هذا المذكور. طيب إذا كان عندنا ربع سكان العالم، وعجبتني لغة الأرقام اللي بديت فيها، يعملون في العمل الحر، وفي أمريكا نقدر نقول أنه تزيد وتنمو بنسبة 30%، كيفها في السعودية؟ إحنا للأسف ما عندنا أرقام حتى الآن. وجود الوثيقة هذه بيساعد على وجود أرقام، لأن وجود الوثيقة هذا يشرع السوق كامل. هذا عارف أنه في ناس تزعل من تشريع، يصعب الواحد يبغى يكون حر، يبغى الأمور زي ما هي. تشريع يساعد على وجود الأرقام، يساعد على وجود جهات تقدر تدخل وتدعم وترتب، تدعم على بين الأكيد. يعني إحنا ما عندنا أرقام، بس إحنا نقول بالبلدي، يعني نقول اللي موجود اليوم واضح الزيادة. يعني أنا أمس قاعد أوظف قسم كامل، ما في إلا موظف واحد، وأربعة كلهم سمين هنا أوتسورس، اللي هم فريلانسر اللي بالأخير عمل حر. ممتاز. طيب خلنا نروح ل العبير أبو الجدايل. أول شيء مبروك الجائزة يا عبير، تستاهلين.
الله يبارك فيك استاذ. هذا شرف لي اني انضميت واشتركت في المسابقة وتم ترشيحي وتأهيلي. طيب انت للفوز. انت يا عبير حاصلة على وثيقة العمل الحر صح؟ صحيح. اعطينا قصتك، وش مشروعك وكيف استفدتي وكيف نقلت حياتك؟ تفضلي. قصة نفس المشروع ولا قصة المشروع ترجع إلى ما قبل 19 سنة. كان في طفلة قريبة لي لأحد أقربائي أصيبت بمرض السرطان، وطبعا مع العلاج تساقط شعرها، فكنت كان نفسي أحك لها طاقية يعني أو قبعة، فما استطعت يعني قلة خبرتي. حاولت أشوف عبر اليوتيوب أو القنوات الإعلامية، كلها كانت باللغات الأجنبية فما استطعت. وبعدها مرت السنوات وسافرت مصر، التحقت بأكاديمية فنون وتعلمت في أكاديمية الفنون الكروشيه. فكان أول عمل عملته بعد ما رجعت من السعودية أني حكت مجموعة من الطواقي هذه وتوجهت للمستشفى اللي كانت بتتعالج فيها هذه الطفلة، وزعتها على الأطفال المصابين المرضى بالسرطان. ومن هنا بدأ الشغف والانطلاق وحب الإنتاج، وحورت يعني إنتاجي كله للأطفال، صار كله موجه للأطفال. عشان كذا يا عبير الله بارك لك، وعشان كذا بنك التنمية الاجتماعية فوزك بجائزة. هي لها خبيئة ولها قصة، أنك أنت أصلا يمكن ما بديتي كطلبا للمال، أنت بديتي طلبا لها الضعيفة كيف أنت تسعدينها، وسبحان الله الله وفقك في صحيح. يعني أنا ما كان في بداية المشروع، أنا ما كان هدفي أساسا يعني أسوي مشروع ريادي أو مشروع أعمال أو أنه مصدر للدخل، لكن تشجيع أهلي وأمي وأختي وزوجي يعني شايفين القطعة اللي يعني بأنتجها حلوة. وبعدين شاركت في كان أكاديمية اللغة الإنجليزية، كنت بدرس هناك اللغة الإنجليزية. أصلا توجهي أنا توجه بعيد جدا عن الفنون، فدخلت أدرس وسووا يعني زي ما تقول فعالية بسيطة، وقد حطيت منتجاتي وعرضتها، فلقيت الإقبال مرة عالي، وأخذت أوردرات لستة شهور قدام. صار عندك الآن دخل من هالمهنة اللي في يدك صحيح؟ صحيح، من الهواية يعني يعني. وأنت شهادتك في الأصل إيش؟ أنا معي بكالوريوس أحياء ودبلوم عالي موارد بشرية. وما رحتي تتوظفين، اتجهتي للعمل الحر ومن خلال هوايتك حولتيها الى يعني مصدر دخل. صحيح. ممتاز. طيب خليني اروح لغزيل الدوسري، وهي خبيره تجميل حاصله على وثيقه العمل الحر. كيف استفدتي من وثيقه العمل الحر يا غزيل؟ الحمد لله استفدت منها ان بديت مشروعي يكون كله موثق، يعني هذا اللي اشتغل بمشروعي وأنا مرتاحة. أنت عندك مركز تجميل ولا تشتغلي في محل تجميل؟ لا ما عندي لا مركز تجميل ولا أشتغل. أوكي. يعني أطلع خارجي، ما عندي مكان أو. يعني أنت فريلانسر، تروحين للبيوت بالطلبات. أيوة بالطلب. وحاصلة على وثيقة العمل الحر. أي نعم. ممتاز. وتعتبر هالوثيقة هي يعني أصبح مصدر دخل لغزيل من خلال هالوثيقة صح؟ أي الحمد لله. طيب أنت في مركز جنى، اللي أعرف أنه إحدى مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي صحيح؟ أي. ممتاز. طيب هل عندكم في الجمعية مثل النماذج هذه عبير وغزيل يا أخوي معاذ؟ طبعا اتمام الكلام الأخت غزيل، اليوم الجمعية دائما تسعى أنها توجه المستفيدين قدر المستطاع من خلال مستشارين إلى أن يكون المشروع اللي تبدأ فيه المستفيدة أو المستفيد منخفض المخاطر. فهي تكلمت كلام ترى جميل، تقول أنا ما عندي محل اليوم، كل ما قلت المصاريف الثابتة على المشروع اللي هو الإيجار الموظفين أحسن. يعني هي مثلا لو تروح تصمم لها مشغل نسائي ترى بيكلفها مبلغ وقدره، غير المصاريف الحكومية وغير الإجراءات. اليوم احنا عندنا حاضنة إنتاجية أو حاضنة تدريب لفن التجميل النسائي مجهزة في مقر الجمعية، نهدف حقيقة إلى تمكين الفتيات اللي عندهم نفس الحس اللي تكلمت عنه الأخت قبل شوي،
بمعنى أنها تأخذ المهارة، تستطيع تبدأ مشروعها برأس مال منخفض، ويكون تسويقها من خلال التسويق الشبكي، بمعنى أنها تتواصل مع الناس من خلال الانستغرام أو من خلال الواتساب، أو يكون عندها علاقات مبدأ الثقة. فاليوم عندنا قصص نجاح في الجمعية في هذا المسار كبيرة جدا. قبل كانوا الفتيات السعوديات ما يتوجهون لهذا العمل، كان يعني لجزء كبير من المقيمين يعملون فيها. اليوم لا، بفضل الله صار عندنا فتيات سعوديات ماهرات في هذا العمل، يشتغلون فيه بشكل جيد، حققوا أرقام نوعية، لكنهم يرون أنه العمل بالشكل هذا أفضل لهم من الالتزام الثابت عليهم كمحل أو 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 مشروع ثابت لهم. اليوم عندنا يعني ترى قصص نجاح كثيرة. عطني واحدة. يعني ممكن أعطيك قصة سريعة. هذه مريم عند مستفيدة في الجمعية، عندها حس الطبخ بشكل عالي جدا، لكنها كأي سيدة في البيت ما كان أحد يعرف إلا المحيط القريب منها. فتواصلت مع الجمعية، جتنا في الجمعية، بدأنا معها المرحلة الأولى اللي هي إحنا نسميها مرحلة التقييم الأولي للمستفيد. هذا المستفيد وش ينقصه لازم نعرفه قبل ما نبدأ معها أي إجراء. فوجدنا أنها جيدة، ناقصها بس التسويق، لازم هي تعرف تسوق لنفسها، كيف تطلع منتجها للجمهور بشكل جيد. اليوم بفضل الله مريم متواجدة في أحد الجهات الحكومية بمنفذ بيع دائم. طبعا هذه المنافذ بالشراكة مع بنك التنمية، وأنا حقيقة من هذا المنبر أشكر البنك على هذه الجهود اللي يبذلها مع القطاع الثالث فيما يتعلق بتمكين الفئات هذه. فاليوم هي متواجدة في أحد الجهات الحكومية، دخلها الشهري يعني ما يقل عن 25,000 ريال. ما شاء الله. وأنا مسؤول عن هذا الكلام لأن حنا قاعدين نقيمها يوميا من حيث أنتم مقرضينها، لازم تطلع على لازم أطلع عشان. ولازم أني أضمن أني أنها تحافظ على هذا المستوى، لأن لو صار فيه نزول لازم أقيم بسبب النزول هذا اللي هي وصلت له. لكن حتى موظفين الجهة والناس اللي يعملون معها يعني مبسوطين بشكل جيد، وكان في جهات حكومة يعني جهات في القطاع الخاص متواجدة ككفيات. وفيه زي مريم ممكن عشرات مريم اللي كانت عدنا، لولا ضيق الوقت أنا ممكن أسرد لك مجموعة. وهم حقيقة يعني ما بدأوا إلا هي يبغالها على قولتهم تكة شجاعة. المشاريع هذه يجي الإنسان في البداية تحفظ أو طيب. خوف، بعدها يستطيع أنه ينطلق بشكل جيد. مهندس معتز، ما نبغى نحول كل الناس ونورطهم إلى رائد أعمال. ممتاز. صحيح. لأنه كل ميسر لما خلق له. نعم. اليوم لو لم يجد معتز في شركته موظفين وصاروا كلهم رواد أعمال، كان ما لقيت أحد توظفه. والعكس صار في شركات ولا نمت. والعكس صحيح، لو كانوا كل الموظفين يتجهون للتوظيف ما وخلوا ريادة الأعمال ممكن ما يلقون. لكن هي على حسب كيف أن احنا نوازن، وأنت مستشار أعمال، في أنك يعني تبين ميزاتها للناس اللي يحتاجونها، عشان ما ينساق واحد بعد الحلقة يروح ويتورط نفسه بقروض وكذا. إيش مميزاتها؟ طيب أول مميزة نأخذها على الشقين. أنت حلو ممتاز أنك فتحت الشقين الوظيفي والتجاري. فالتجاري واضح فيه، أنا بدلا من ما أفتح بزنس بمبلغ 500,000 300,000 100,000، أنا بشهادة اليوم أقدر أقيم زي أختنا هنا تعمل ميك أب للناس، صحيح ولا لا؟ صح. من دون محل ورخصة بلدية وديكور واشتراطات ومعينة. صح. فهذا تشريع ساعد على أنك تختبر نفسك قبل لا تأخذ تمويل أو زي ما قلت لك قبل شوي، الأرقام ما فيها عاطفة، فلذلك إذا جت الأرقام وفي نمو وفي أرباح أكيد سأتجه وأخذ تمويل وأنا مرتاح، فيزيل حاجز القلق. هذا من ناحية تجارية. من ناحية الوظيفية، اليوم أنا موظف، لنفرض أنا مصمم محكور ومحصور بالعمل بقوانين رئيسي يعني خلاص، والعمل اللي أنا فيه. طيب أنا أبغى أطور مهارتي الوظيفية، أنا ما أبغى بزنس، ما أبغى تجارة، أبغى أطور مهارتي الوظيفية، أعمل عمل حر فريلانسين يخليني احتكاك أكثر، يخليني أفهم السوق أكثر، يخليني أطور مهارتي. كذلك هي وظيفة. وظيفة. نعم. مثل الأربعة اللي أنت وظفتهم. نعم. ممتاز. بس الأربعة اللي وظفتهم ما هم فول تايم، ما هم مشغلين عندي. فاليوم أنت يا معتز كمستشار إدارة أعمال تقول ترى وثيقة العمل الحر تصلح لواحد يشتغل تاجر رائد أعمال، سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو متسارعة النمو، ويقدر أنه يشتغل كموظف لوظيفته كزيادة الدخل. نعم. زيادة. يعني إما دخل أو زيادة الدخل. نعم. طيب خلنا نأخذ فاصل ونرجع فاصل نكمل بعد ما تبقى برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا.
أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق بحياة السعوديين فيما يتعلق بزيادة الدخل أو تعزيز الدخل أو دخل جديد، وهو كيف استفاد السعوديون من وثيقة العمل الحر في المملكة. ورحب مجددا بالمهندس معتز الدخيل وهو مستشار إدارة أعمال. حياك الله مهندس. الله يحييك. ومعاذ الفوزان، أستاذ معاذ الفوزان، وهو نائب الأمين العام لجمعية أعمال التنمية السريعة. حياك الله أستاذ معاذ. معنا أيضا يعني فتاتين احنا نفخر فيهم، عبير أبو الجدايل، وبتحدثنا عبير بعد شوي عن الجائزة اللي حصلت عليها من بنك التنمية الاجتماعية، وهي استفادت من وثيقة العمل الحر. وغزيل الدوسري وهي خبيرة تجميل، وغزيل يعني مشروعها أثنى عليه معاذ الفوزان لأنه بأقل التكاليف. يعني غزيل اليوم معروفة في مجتمعها اللي المحيط لها، وتشتغل باسمها خبيرة يعني تجميل ومعها وثيقة العمل الحر. وزي ما قال معتز في الفاصل بعطيكم إياها، أنه يقدر يطلع نقاط البيع اللي هي المدى، وتشتغل بكل حرية وما عندها أي تكاليف. يعني ما عندها إيجار ولا عندها موظفات ولا عندها، هي بنفسها. فخلنا نسمع منك يا غزيل على تجربتك في يعني تكوين قاعدة عملاء لك. كيف بنيتيها يا غزيل؟ مشروعي بديته هو هواية طبعا. بدايتي كانت حبيت أني أمرس يدي، أن يدي تكون سريعة عشان لو طلعت للزباين. بديت هذا الشيء بخواتي، يعني مرست يدي أكثر بخواتي، حبيت أني أطور نفسي في هذا المجال أكثر. توجهت للدورات، أخذت لي دورات في الميك اب، وبعدها الحمد لله فتحت لي حساب الانستغرام، والحمد لله يعني توفقت بهذا المجال. وتوجهت لبنك التنمية، مركز جنى المدعوم من بنك التنمية. كم اعطوك يا غزيل؟ 25 ألف. ايه. وكانت ال 25 ألف هذه يعني كفيلة انها تمشي امورك وتعززين دخلك؟ ايه الحمد لله كفتني يعني بصراحة اني ابدا مشروعي، والحمد لله. وكيف ما شاء الله الدخل الشهري، كيف يعني تحسين انك مكتفيه ولا ما زلتي تبحثين عن الاكثر؟ الحمد لله لحد الحين يعني حاليا مكتفيه. ما شاء الله تبارك الله. مصدر دخلي. الله مصدر دخلك الاساسي هو انك خبيره تجميل بقاعده البيانات اللي حولك، صحيح؟ اي صحيح. لو نقول انت بديتي باخواتك، يعني كم عدد الزباين اللي صاروا يعرفون غزيل ويكلمونها يقولون تعالي؟ تقريبا كم؟ ما في عدد معين للأمانة، يعني فوق الخمسين، تحت المئة، عند المئتين؟ بالبداية تقريبا فوق الخمسين. ممتاز. كونتيهم خلال كم سنة يا غزيل؟ 5 سنوات. كيف عرفوك؟ عن طريق التواصل الاجتماعي الانستغرام. أوكي. بديت يعني أسوي، يعني بديت أشتغل على موديل، أسوي جلسات تصوير، الحمد لله عرضت شغلي بالإنستغرام، الحمد لله. بعدها الحمد لله كيف كانت التعليقات؟ لأنه أنت ما شاء الله أعتقد أنه اللي يصلح لك اللي هو الورد في ماوث، اللي هو التسويق عن طريق المدح. الحمد لله، يعني كل ما بديت مع الزباين الحمد لله ما أطلع من الزباين إلا الحمد لله كل الزباين راضين بشغلي. تستاهلين والله يا غزيل. أنت في أي منطقة؟ بالدمام. ما شاء الله تبارك الله. طيب عبير أبو الجدايل، كيف أخذتي الجائزة؟ أنا طبعا لازم أثني على بنك التنمية الاجتماعية، بنك متطور نسمع عنه، وإن شاء الله يكونون معنا في واحدة من الحلقات نسألهم كيف نجحوا في التعامل معه. إذا كانت جمعية واحدة، جمعية أعمال واحدة، معطينها 70 مليون، فصح؟ محفظة إقراضية. محفظة إقراضية 70 مليون، وهم لمتناهية الصغر، 50 ألف السقف الأعلى، فما بالك بأمثال غزيل ومركز جنى والجمعيات الأخرى. عبير، كيف فزتي بالجائزة؟ في البداية أنا قدمت على وثيقة العمل الحر، واستخراجها كان مرة سريع، يعني ما تأخذ 10 دقائق بالكثير يعني. وتواصلت مع بنك التنمية وانضميت لهم،
وشاركت في عدد من الفعاليات وقدمت على قرض بالإضافة إلى ذلك من عن طريق بنك جمعية أعمال. بعد ذلك السنة اللي فاتت بداية المطلع العام شفت إعلان عن طريق جمعية أعمال اللي هو الرابط تسجيل في المسابقة. فقدمت في المسابقة وعبيت الفورم وكان يعني قصيت القصة من البداية ودراسة الجدوى وكيف التسويق، يعني حطيت العرض كامل يعني وكيف فكرة المشروع وإيش الخامات. كان في العرض المطلوب أو النموذج المفروض نعبيه كان في سرد لمشروعك بالتفصيل. فأعتقد لهذا السبب يعني تم ترشيحي، لأنه كان في شرح بإسهاب وكان من يعني من أرض الواقع، يعني من الصفر إلى ما وصلت إليه يعني. وطبعا أشكرهم إن هم رشحوني، كانت يعني بمثابة دعم كبير. أنا طبعا كل ما أشارك مع الجمعية في فعاليات أو شيء يعني. إيش الجائزة اللي حصلتي عليها يا عبير؟ تحصلت على المركز الثاني، جائزة بقيمة 15,000 ريال. ما شاء الله تستاهلين. طبعا لكل اللي يسمعني الحين وخل كلامي هذا قيمة يا مهندس معتز، احنا كنا نتكلم قبل يومين عن المحتوى في شبكات التواصل الاجتماعي وهي تختلف لكنها نفس القواعد، يعني نفس القاعدة، تركب على صناعة المحتوى، تركب على بزنس، تركب على صحيح. فاليوم مال شهرة رسالة. اللي دائما دخل عشان يدور على المال حيكون بيسقط قريبا، لأنه بيفقد المبادئ ويصير المال عنده بعدين يلخبط بين الحلال الحرام الكذا، لأن هدفه مادي بحت. ما أقول القانوني والغير القانوني، إيه قانوني مو بقانوني، هدفه بس مادي. اللي ركز أيضا على الشهرة سيسقط. لكن مثل عبير ما شاء الله عليها ركزت أول شيء على الرسالة، كيف تخدم هالمرضى، وكان أمنيتها كيف تغطي رأس هالولد الجميل اللي الله ابتلاه وأخذ منه شيء وأعطاه شيء. وشوف كيف وصلت اليوم إلى أنها في التلفزيون وأخذت جائزة، والله بيبارك لها ومشروعها ناجح وصار مصدر دخلها الوحيد. تقييمك لهذه القاعدة؟ أبعترض أنا، معلش أي؟ عشان نوصل الرسالة أتفق مع جزئي، بس لازم هذا المثلث هو مثلث هو عشان التوازن. لا نهمل يعني اليوم مثلا أنا اليوم ركزت بس على الرسالة فقط ولا ركز على الربحية والدخل، وقلت ما أبغى أربح، أنا لا يمكن أن أكبر وبدل ما أخدم شخص أصير أخدم 50 مثلاً، لو سليمان الراجح يعني اللي يطول يعني بعمره مثلاً ما عند الأرباح هذه ما أقدر أسوي الأوقاف الكبيرة. يعني أنت تقول أنه التوازن خلها ثلاثة خطوط متوازية. نعم. اللي هي رسالة، رسالتك من المشروع. نعم. وكيف تحقق أرباح وشهرة المشروع وليس شهرتك الشخصية، وكيف تشهر البراند حقك. نعم. عشان صحيح. نعم. بالضبط. أتفق معك. نعم. المهندس الأستاذ معاذ، اليوم الوثيقة نبغى نحكي عنها بشكل أكبر، هل هي مجانية؟ إيه نعم، الوثيقة تصدر بشكل مجاني ما عليها أي رسوم. هل الموظف الحكومي يقدر يأخذها؟ كذلك الموظف الحكومي يستطيع أنه يستخرجها، ويكفل له النظام أنه يسجل من خلالها 5 أنشطة، لأن الموظف الحكومي اليوم ما يقدر يطلع سجل تجاري. فهذا يعني موظف حكومي ما يقدر يطلع سجل تجاري بفلوس، اللي التجار يطلعونه بفلوس، الحكومة قالت عزز دخلك يا موظف، صح؟ صحيح. مجانا طلع الوثيقة وافتح كم نشاط؟ لك إلى 5 أنشطة من خلال هذه الوثيقة، بمعنى أنك أنت اليوم تستطيع أنك تداوم الصباح إلى الظهر، أنت موظف حكومي تطلع مثلا ترغب أنك تسجل في تطبيقات التوصيل مثلا، هذا عمل إضافي لك. النظام يقول لك طلع وثيقة عمل حر وسجل في احدى التطبيقات واسترزق، ما يمنعك النظام ابدا. عندك مهاره تبي تشتغل عليها كذلك النظام يكفل لك هذا. فهذه كلها ميزه ركز فيها على تخفيف وعدم وجود تكاليف على الموظف هذا او على المواطن. طيب انتم تاخذون الاسر الضمانيه وتشوفون الاولاد والبنات اللي منهم مبدعين وتحوله من رعوي الى تنموي علشان يعزز دخله ويفيد نفسه. صحيح. هل إذا أخذت هالنماذج يأثر على الضمان؟ لا ما يأثر على الضمان. إحنا بالنسبة لنا نركز على الشريحة هذه. طبعا قروض متناهية الصغر
بامكانهم يطلعون شهاده اسر منتجه في المنصه الوطنيه للاسر المنتجه. هذه المنصه تابعه لبنك التنميه، من خلالها يتم التقديم على طلب اصدار هذه الرخصه لشهاده اسر منتجه، وهي بنفس المزايا في وثيقه العمل الحر. من خلالها تستطيع الاسره تبدا عملها باستطاعتها، كذلك تستخرج زي ما ذكر المهندس قبل شوي اللي هو نظام او جهاز الشبكه، بحيث انها تستطيع انها تشارك او تبيع ويكون العائد بشكل مباشر على 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 المشروع وليس على الفرد. وهذه ميزه تحافظ على انه مساله الافصاح، ترى اليوم البنك المركزي في حال الدخول عوائد ماليه عاليه باسم شخص فيها مساءله، فكيف انك تضمن انه هذا البيع جاء بشكل نظامي من خلال هذه الوثائق، سواء وثيقه اسر منتجه او من خلال وثيقه عمل الحر. طيب انا بروح للمهندس معتز بسالك عن الضريبه، ضريبه الدخل لوثيقه العمل الحر، لكن غزيل وعذير ودي تجهزون اجاباتكم، انا بسالكم عن التحديات اللي تواجهكم لاني ما ابغى افاجئكم، بسالكم عن كيف تقييمكم للوثيقة العمل الحر، الوزاره تسمعكم بانصات، اذا عندكم اي تقييم اي نقد، اذا عندكم اي وسائل تطويريه كلنا اذان صاغيه، وبسالكم على نصيحتكم للشباب والفتيات، فبرجع لكم بعد شوي. بس خلنا نروح للمهندس معتز. دخل علي فلوس كثيره وانا في مشروع او اعزز دخلي، علي ضريبه؟ نعم، اذا وصلت 350,000 في السنه سنوي، انت الجميع سواء سجلت، حتى لو عندك سجل تجاري وتحت الرقم هذا غير، انت غير مستحق للضريبه، يعني لا تستحق انك تدفع الضريبه. لكن مجرد ما توصل الرقم هذا هو الرقم الفاصل بين شرط انك تدفع الضريبه او لا يكون عندك ضريبه. يعني لو دخلت كل سنه 290,000 مع لي ضريبه ما عندك مشكله، بس لو دخلت 310 ابدا ادخل. لا، 375,000 هي 375,000 نعم، هذا الرقم اللي السنوي لانه يكون مجبر عليك انك تدخل في الضريبه. في ناس عندكم يا استاذ معاذ يدخلون اكثر من 370 سنويا؟ بحد علمي الان فيه، بس انا ما بكثير المشاريع اللي تصل لهذا المستوى، لكن في الغالب عندنا اقل من هذا المبلغ بكثير. احنا اليوم يعني قد يكون، انا ما ادري اللي يقصد المهندس معتز الدخل او الصافي من الربحيه، قد يصل لك كدخل شهري، قد يصل بعض المشاريع عندنا، في عندنا مشروع مثلا لسيده الان عندها اشبه بمصنع حلويات الشوكولاته مثلا، فهذه دخلها عالي قد تكون خاضعه للضريبه، لكن ما عندي حقيقه تفصيل فيها. من غالبا ابو طلال يتحولون اصلا لسجل تجاري، يعني هي رخصه العمل الحر هي بالنسبه للناحيه التجاريه هو الاختبار، واللي انت ما اغامر بعدها انا باخذ مقر رسمي واكبر واوظف وكذا، فخلاص ينتهي دور رخصة العمل الحر هنا وانتقل للسجل التجاري وتصير يعني أعمال حرة. نعم، وتصير قصتك أصلا لما تكون أنت نموذج رائد. نعم، ووطني. نعم، صحيح. ويشار لك بالبنانة تقول أنا في يوم ما كنت فريلانسر وطلعت. نعم، لي من جمعية أعمال والآن عندي 1000 موظف ولا 500 موظف. صحيح، وهكذا. نعم، ممتاز ممتاز. اليوم القاعدة الأساسية في فتح أي مشروع، وهذه ممكن سؤال مشترك، وش التحدي اللي أنت عالجته في مشروعك؟ ممتاز، خلنا نطبقها على عبير وعلى غزيل. ما هو التحدي؟ لان اليوم فيه لخبطه عند الشباب، انه وحده شافت عبير سوت طواقي راح تسوي طواقي وفشلت. نعم، قالت والله انه انا ما قدرت. وحده مثلا ما تعرف مكياج ولا عينها فنانه في المكياج الا تبغى تصير مثل غزيل. النصيحة اللي ممكن تطلع من الشارع السعودي أنه أنت فكري في تحدي جنبك، زي ما فكرت عبير في كيف تلبس الولد طاقية. نعم، وزي ما فكرت غزيل كيف أنها تبدأ في إخواتها، لو ما نجحت في إخواتها ما نجحت مع الحارة والمحيطين، واليوم تقول الزباين فوق 50-60. فما هو التحدي اللي جنبك اللي ممكن أنت تعالجه بالبزنس حقك؟ تمام، وإذا كان عالجه أحد من اللي حولك، القيمة الثانية وش الجديد المميز؟ يعني ما هو المميز؟ يعني اليوم مثلا تطبيقات التوصيل اللي انت تطلب بدال التاكسي ما تاشر في الشمس وتضربك الشمس وكذا، حلتها انت تحت المكيف وجت. جاء تطبيق ثاني قبلك تطبيق، كيف حلها بالجديد؟ جاب الفيزا، جاب البطاقات، جاب الولت، عندك كاش يرجع لك، ما عندك انزل ويخصم عليك. ف وش تقول للشباب في هذا الجانب كمستشار اعمالي؟ بحط بس بالنص واحده قبلها وبعدين ندخل على الموضوع. أوكي. أكثر سؤال يجيني ويجي أي واحد عنده تجارة أو عنده اشتغل سواء نجح أو فشل،
عندي 30,000 ريال، عندي 40,000 ريال وافتح بزنس. هذا السؤال المصيبة أنا أسميه. أو إنه يقلد أي حد. إيه أنا ما أدري وش أبغى، ويعتقد إن المبلغ هو المبلغ ولا شيء. يعني اليوم في 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 البلد عندنا الحمد لله الحلول التمويلية في حال اكتمال نموذج العمل هي أسهل شيء. صحيح. عندنا يعني ليس المال التنمية. هو المعضلة. نعم. لكن هم كلهم يروحون لبنك التنمية مثلا أو ريادة أو مثلا بنك منشآت، وما عنده أصلا فكرة مقلمة، حنا نقول مرتبة، بحيث أني أعرضها قائمة على نموذج عمل ممتاز، خطة بزنس بلان، خطة عمل ممتازة، دراسة جدوى ممتازة. واضح. طيب أنا بسأل عبير باختصار، ودي تجاوبين، هل في تحديات واجهتك؟ العمل الحر كان في عندي تحدي اللي هو نقاط البيع، جهاز نقاط البيع كان يحتاج سجل تجاري. إيه انحلت بوثيقة العمل الحر. طيب إيش تقييمك؟ استخرج. إيش تقييمك للوثيقة؟ أكثر من ممتاز، يعني فتحت لي أبواب كثيرة ما كنت أتخيل فيها صراحة. وإيش تقولين للي مثل عبير؟ لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك. ممتاز. غزيل، إيش التحديات اللي واجهتيها؟ الحمد لله كلها كانت سهلة، يعني الأمور كانت الحمد لله، حتى بيوم ما أصدرت وثيقة العمل الحر الحمد لله كانت مرة استخراجها سهلة. يعني لو نقول لو أنا وزارة الموارد والتنمية وأقول لك قيمي من 1 إلى 5، 5 أكثر شيء و1 أقل، كم تعطينهم؟ 5. ما شاء الله. طيب إيش نصيحتك للفتيات اللي يشوفونك الحين والشباب وأنت أصبح مصدر دخلك الوحيد اللي تعتمدي عليه من يدك؟ أنصح كل فتاة وكل شاب عنده مشروع يتقدم لإصدار وثيقة العمل الحر، والجهات التمويلية يعني ما شاء الله ما قصرت اللي تسعى لدعم المشاريع مثل مركز جنى. ممتاز، تستاهلين. لو أقول في 30 ثانية لكل ضيف منكم، إيش ممكن تختم فيه أستاذ معاذ؟ والله أنا أختم، يعني هي دعوة حقيقة للشباب والفتيات اللي يسمعوننا الآن خلف الشاشات. اليوم جمعية أعمال هي منظمة غير ربحية، ما تبحث حقيقة عن عائد مالي من ورائك أبدا، هي تبحث عن نجاحك، ونجاحك هو نجاح للجمعية. اليوم القطاع الثالث هو دوره كيف ينمي الفرد، وهذا اليوم جمعية أعمال. جمعية أعمال لا يقتصر دورها على الإقراض فقط، لا، اليوم احنا عندنا معامل إنتاجية، عندنا مطابخ سحابية، عندنا كذلك إرشاد للبادي مشاريع. كيف يوصلوا لكم؟ من خلال الموقع الإلكتروني، يكتبون جمعية أعمال، جمعية أعمال في جوجل أو في منصة إكس مثلا موجود. أنت تدور على من؟ اللي عنده مشروع أو اللي يبغى يعزز؟ كلهم، سواء أنت عندك مشروع تريد أن تبدأ مثلا أو تتوسع فيه، أو عندك إشكاليات في مشروعك، أو تقول والله أنا أبغى الفكرة ابتداء. طيب. هذه كذلك كلها عندنا في الجمعية. مهندس معتز، أنا عندي رسالة للطرف الآخر. لي ولك، إحنا اللي نتعامل مع أصحاب الأعمال الحرة، أنه هذا البرنامج لا يمكن أن يقوم إذا ما صار عندنا الوعي في أنه إذا جيت أشتري من مكان أتأكد موجود الرقم. هذا الشيء بيساعد الجميع اللي إحنا قاعدين نحفزهم أنهم يطلعون رخصة العمل الحر. إذا ما كان الطرف الآخر المشتري ما منه ما يأخذها بمصداقية وموثوقية. ما عبير عندك شيء تبغين تقولينه؟ رجاء، أو في عندي مشكلة كان نفسي تنحل في الاستيراد من الخارج. الشركات اللي خارج السعودية، يعني أنا أستورد المواد الخام من برا السعودية، تتطلب مننا سجل تجاري، فهل في مخرج لها بوثيقة العمل الحر؟ تتجاوب يا مهندس؟ أنا ما كان واضح. تقول أنها تبغى تستورد من الخارج لازم سجل تجاري، ما تقدر بوثيقة العمل الحر. أيه. وأنت قلت أن السجل التجاري مرحلة متقدمة. نعم. فأنا أعتقد أنها بدامها تستورد بكميات كبيرة أعتقد جاء أكثر. يقول لك المهندس معتز، دام أنك وصلتي للاستيراد من الخارج، فأنت أصلا تعديتي مرحلة وثيقة العمل الحر وأصبحتي لازم تكونين تاجرة وتبدين تدخلين في السجل التجاري وكذا. فليتك هو لسه يعني لهذه المرحلة، بس أنا أستورد المواد الخام من الخارج لجودتها. أها. طيب. لأنها ما هي متوفرة في السعودية. طيب. المواد اللي نصنع فيها ما هي متوفرة. أنا أتمنى والله أني أقدر أجاوب عليك. في شركات تستورد لها. أي بس اسألي، أو يقول لك في شركات ممكن هي تستورد لك لو تتعاقدي معها. غزيل، عندك شيء تبغين تقولين آخر شيء؟ لا بس يعطيك العافية. بيض الله وجهك. المهندس معتز،
أدخيل مستشار إدارة أعمال، شكرا لك وشكرا لحضورك. ومعاذ الفوزان نائب العام لجمعية أعمال، شكرا لك وشكرا لحضورك. وكان معنا الفائزة بجائزة بنك التنمية في مسيرة العمل الحر عبير أبو الجدائل، شكرا لك عبر سكايب. وغزيل الدوسري خبير التجميل الحاصل على وثيقة العمل الحر، شكرا لك. أنا أتمنى أني جاوبتك عشان الوقت، إما عن طريق شركات يا عبير، أكيد يعطيكم العافية ووجه لكم الشكر والتحية، أو أنك تطلعي سجل تجاري، وهذا اللي أنا أتمناه، لأن تطلعي سجل تجاري معناته أنك وصلتي إلى تاجرة، شقيتي طريقك، وإن شاء الله يوم من الأيام نستضيفك هنا كرائدة أعمال ناجحة. شكرا لكم، بيض الله وجهكم. لا تذهبوا بعيدا، فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا، بيض الله وجهكم. الله يبارك الله. وزي ما كانت في الأيام الماضية الفقرات وش في خاطرك أو تجربة اجتماعية معكم أنتم وأنتم أبطالها، الفقرة اليوم للوطن، وطننا له حق علينا. رؤية 2030 جابت لنا جهات واعدة وكثيرة لازم نعرفكم عليها. اليوم المركز الوطني للفعاليات، خلونا نتعرف عليه. أسس المركز الوطني للفعاليات بقرار من مجلس الوزراء في الشهر الثالث من 2020 ومقره الرياض، ويهدف إلى تعزيز الفعاليات في المملكة والارتقاء بالخدمات المقدمة في المجال ودعم مواسم السعودية والتقويم الوطني والفعاليات الكبرى، بناء على ما يصدر من أوامر وقرارات وفقا للتوجهات والرؤى التي تضعها لجنة الفعاليات، حيث يهدف تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة إلى أقصى إمكانياته وفي كافة مجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية وأيضاً الثقافية، وتحفيز البيئة التنظيمية الأنسب لنمو القطاع وإثرائه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات من خلال بناء نظام متجانس بين أصحاب المصلحة وتعزيز التكامل في التخطيط والتنفيذ لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن كفاءة الإنفاق واستدامة القطاع. الشارع السعودي، محمد ثياب. شكرا زميلي محمد ثياب على هذا التقرير. الشارع السعودي هو انعكاس لاهتمامك وطموحاتك، اكتبوا لنا رأيكم نقدكم على حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، سنسمع سنتفاعل ونتعلم منكم أيضا. تذكروا دائما أن قناة السعودية تستاهل وقتك. شكرا لفهد بن ضبعان وريما السلطان على إعداد هذه الحلقة، والشكر لبدر العنزي مخرج هذه الحلقة. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، إلى اللقاء.